الايم اسيست والتارجت، اكيد لازم الايم اسيست والتارجت موجوده اون، ما يحتاج تحطها، لا حد يستهبل عليك يضحك عليك يقول طفيها وما نعرف ايش، تعدل ايمك والله ايمك تصير حفله. اهم شيء الايم اسيست، اهم شيء. حبيب قلبي والله يا كينج اوف بلاد تشرفني. يا عيال اليوم حنزل لكم جيم فورتنايت، ما ادري يا بعد العشاء يا بعد المغرب، بس حنزل لكم شيء نظيف، لعب حلو كذا، وين وين خطير كذا، اعلى قتلات اجيبها في السولو. والله الآن حفلة، حزن علي، وقف الآدمي قال خلاص لا يروح يموت علينا الحين ذا. من كثر ما ضيعت طلقات عارف. في صندوق هنا. حيا الله الشباب. ايوه وقت البث غلط، يب وقت البث غلط، ما هذا افضل يعني فرصة لي اني اقدر اسوي بث، عرفت؟ بس ان شاء الله ان شاء الله ذي الفترة اصير ايش؟ بعد الايش اسوي، لانه خلاص خلصت بطولة من بطولات كود، باقي دوري بس نافس، نافس باقي له كم يوم خلاص يخلص. حبيب قلبي والله يا بي بي سي اي مان تشرفني والله. كيف تشارك دوري نافس؟ والله ما ادري، يمديك تشارك الحين ولا خلاص، بس خلاص مع الناس جابت نقاط، اللي ماسك المركز الاول اللي ماسك الثاني، اتوقع احنا يا الثالث يا الرابع، بس انه يعني كان من اول، كان بداية رمضان هو عارف، بس في تيمز تيمز قوية، كلانات معروفة يعني، مو ما حتواجه لك سبايك ولا معلمين مرة، يعني كل جيم تعرك فيه وصل 5 أيام يعني. يعني شوف هو بيست اوف فايف، طبعا بيست اوف فايف يعني لازم تلعب سيرش وهارد وكابتشر، وممكن يعني دائما غالبا الاقيام توصل لين الهارد لين السيرش الخامسه، يعني مثلا 2-2 تكونوا فايزين او شيء زي كذا، يعني ممكن تهزموا ناس 1-1 يبقى لكم جيم ويقلبوها عليكم زي كذا. انا ايش قاعد اسوي هنا؟ خلاص بمشي، طفشت انا، مليت من هنا. خليني بس اخذ اللي تناقص واروح اشوف ايش وضع ذا. فين رايح؟ يا عيال كان في واحد هنا يا عيال. Thank you.
في ناس فوق في البنكر زي. يا رب طلعني يا رب يا كريم. بعد ما خلصت الخشب حقي كامل. ناخذ ذي ممكن تنفعني الحين. اقرا كل شيء يا شباب، ثواني بس يا احمد، ابغى كذا احمي كم جيم سولو، ما بدخل على طول العب بتقروش. اعطني فرصه. هذاك احد والله ما ادري شكله سنايبر. نعم ابغى اشوف الزون فين حيضغط الناس بعدين خلص. والله خليني اروح استقبل. آه ما ادري دخلت، انا ما اعرف ايش ابغى. الحين اقرا كل شيء كاتبينه يا عيال. ثانية واحدة بس خلاص الحين اموت انا. اشوفهم عجيب والله، فين اللي جايين من الزون؟ هذا واحد. عمي ممكن تموت. ثانكس. عليكم السلام. Is it؟ والله ما أدري. وجع الله يوجعك. وجع ينتخش ضلعك ان شاء الله. قول امين. طلعني. الله طلعت روحك.
فانو هذا لا تقولي تحت. ايش رايكم استنى الثاني اللي كان يطلق عليه السنايبر؟ ما هي فكرة؟ ليتس موف. نزعتني والله. خلينا نبعد لا يطلع احد ما اشوفه من الزون، انا احول اكون. ابلع يا شيخ، خطف. ملعب بيوم ما فل. الله يا الموارد. والله انشت خليت. المشكلة اني ما اشوف، فعلا المصيبة بعيد، بعد عني ما عاد اشوف، انا لازم اكون قريب من الناس. اشوفه فوق. Let's do this, guys. I see no one. I see you. الصغير اللي هناك ابو سنايبر ذا، انا انتظروا. عليكم السلام يا ماجد، يا هلا والله. وسيم انت تلعب H1Z1؟ لا والله، بس ودي اجربها يا صاحبي. والحين اقرا كل شيء فوق قريته لاني ماني شايف شيء. بعيد انا على الشاشة، بس اقرب كذا اشوف كل شيء.
العيال اللي يشوف احد يقول لي انا ما اشوف من بعيد، ترى مسافات بعيده ما اشوفها. في ذاك تبوني لسع فيه ابو سنايبر. اصلا الحين ما ينفع تقعد تدرعم تسوي هبالات، باقي 5. شوف قاعد يشرب المشروم، نفسي نقص له اللي شربها كلها. نقصت له كل اللي شربها، هاي يستاهل. شوف جاء هنا في اليمين، شايفينه مسوي صندوق. اقول لك فكر انا يجي من بنغال. انا خاف احد يسوي لي بوش، لان انا اكتشفت شيء، اذا احد سوى لك بوش ما تسمع الا لين يوصل عندك. اذا خلاص وصل عندك في الدرج قاعد يجري، خلاص تسمع صوت قدو خش وعطاك هد. في مشروم هناك مليان. انا بهذا يقرب الزون ولا اي شيء يجيب لي هو هنا. بس والله ما ادري يمدي يجي هنا. مشكلة انه سنايبر، ما ابغى اسوي بيك يطلع معلم، عارف سقعني هد كذا على طول. لسه يبني شكله، ما حي ما توصل للزن. هذا قاعد يطلع يقرب يقرب يقرب. هذا فين فين راح هذا يا عيال؟ ضيعته والزون يقرب. تمزح يا وسيم، اصلا شكلي ذا اقوى واحد في اللعبة. هذا هو اللي لقيته، مو ذاك هو؟ سنايبر هناك صح؟ دقيقة دقيقة. لا تمزح. حتجن انا. فين هذا؟ جوز البيت. يب جوز البيت، شكلي حسوي له بش انا. هذا
آخر واحد. يا ولد فك لي الزفت. يا وش بأمه هذا كذا؟ يا هذا ليكم مسوي الأصغر زون. والله ايمي معدوم يا عيال، ايمي معدوم، قاعد يترول فيا ذا. موت يا شيخ، ايش الايم ذا؟ جي جي والله، اول جيم وين مرة جي جي.